انا كنت درت سيونس ديبنوز هي سميتو التنويم المغناطيسي. انا سوبريميت داك ليفينمون من لانكونسيون ديالي، من اللاوعي ديالي. كانوا بزاف ديال الصدمات، يعني الجريمه بحد ذاتها. المهم غندوي على راسي، ما غاديش ندخل بزاف في الديتيلز، ولكن انا كنت درت سيونس ديبنوز. هاد ليبنوز بالعربيه سميتو التنويم المغناطيسي، او ميم طون تبع مع ان سيكولوج، هو اللي زعما هادشي اللي درت باش قدرت انني نرجع لخدمتي، باش نرجع لحياتي، حيت راه كيبقاو كتبقى متروماتيزي، يعني كيبقاو التروما من بعد، من مورا لي زيفينمون اللي كيوقعوا لينا في حياتنا اون جينيرال. فانا هذاك ليبنوز كي سوبريمي ليك داك ليفينمون، انا سوبريمي داك ليفينمون من لانكونسيون ديالي، من اللاوعي ديالي. سوبريمي داك ليفينمون، داكشي علاش دابا عاد وليت كنقدر نهضر عليه. فانا فريمون كانت خاصني شي حاجه باش انني نقدر نعاود نرجع عاديه، حيت حتى حاجه من داكشي اللي طرا في حياتي ما عادي. وبزاف الناس ما عارفينش، وانا ما غاديش نقول، انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي، ولكن راه كانوا بزاف ديال الصدمات، يعني الجريمه بحد ذاتها، وداكشي اللي عشت قبل بعدا ومن بعد، وتخلوا عليا بزاف الناس والعائله وبزاف. المهم بزاف ديال ميكس ديال بزاف ديال الحوايج تجمع ليا. فكان خصني، كنت كنحس براسي الا ما درت شي حاجه اللي فريمون بحال هكا غادي شي حاجه ميراكولوز، كنت غنفرفر، كنت غنفرفر. ف ام نوت هابي، ام نوت 100% هابي، بس اي بريتند، وغنبقى بريتندين انتل اي ام هابي. كيف ما كنقولوا فيك ات انتل يو ميك ات في الحياه اون جينيرال. ولكن انا راه ما عرفتش هاد القضيه اللي درت واش هي مزيانه ولا ما مزياناش. مهم دخلوا لجوجل وغتعرفوا عليها اكثر. ما عرفتش واش مزيانه ولا ما مزياناش، ولكن انا بوغ لو مومون زعما نفعتني الحمد لله، والنتائج اللي كتشوفوهم مع الوقت. فانا سوبريميت اي تروما كاين في الحياه، عشتو في الحياه ديالي، ورجعت انسانه صفحه بيضاء. والواحد بيان سور ما غينساش 100%، ولكن غير هاد الحاجه هادي، هاد القضيه هادي كتعاونك انك تجاوز بزاف ديال الحوايج. مهم هذا سي اون جينيرال، ما كاين بزاف ديال لي ديتاي في هاد الموضوع هذا، انا كنت تعمقت فيه بزاف. ما هادشي ماشي سهل باش انه يتحيد، يعني لي كومبلكس ديال الانسان ولا العقد النفسيه اللي كيكونوا عند الانسان، ما ماشي سهل انك تحيدهم. ما ماشي بام سيونس ديبنوز غتحيدهم، بيان سور كاين ان سويفي. يعني دابا مع الوقت راه زعما كاين بزاف ديال الحوايج كنديرهم، راه كاين حتى الصلاه، الواحد خصو يصلي. واخا نديرو ما عرفت اشناهو في الحياه، خاص الواحد ينسى الصلاه، حتى هي كتعاون بزاف في الراحه النفسيه. وليت فريمون كنقول يبغى ربي هي اللي غتكون صافي، ما غنضربش مع القدر، دي سيدي ربي. المهم هادي اون جينيرال، حيت بزاف الناس ما هاد القضيه ديال بزاف الناس ما عارفينهاش، انا قلتها لكم اليوم. يعني ماشي انا ماشي امراه حديديه. لا، الواحد كيقلب على لي سوليوشن، كيقلب على المشكله هو الا ما كانش حل. فكاين بزاف ديال الحلول باش انك اللي وقع لينا في الحياه كنقدروا نتجاوزوها. كيف ما قلت لكم الصلاه حتى هي مهمه، بسيكولوج ماشي عيب، بسيكياتر ماشي عيب. هو باقي عندي شويه ديال المشاكل كنحاول نخدم عليهم، بحال تروست ايشوز، بحال مهم لما كنقول انني غيكون عليا غيكون صعيب عليا انني نعاود نتلاقى بشي حد جديد. مهم هذا هو الجواب ديالي على السؤال. تهلاو في راسكم اصدقائي الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم كما كتشوفوا انا زدت مرضت، يعني جاني تسمم ومن موراه ضربني البرد. و جو بونس هادشي عادي، حيت ملي تيكون فينا التسمم ما كنعطيوش راسنا الراحه، تتكون المناعه هابطه. دونك انا كان عندي التزامات كان خاصني نمشي ليهم، دونك اوتوماتيكمون كانت المناعه تالمو هابطه كاستقبلت لي فيروس. دونك دابا ضربني البرد البارح بدت بالسخانه وداك الشيء، ولكن ماشي مشكل، هذه هي الحياه. الحياه كنمرضوا فيها كنعاودوا نفيقوا وكنعاودوا نوضوا، كنطيحوا كنوضوا. عندي واحد الاغنيه مشلاها شحال هادي باقي ما خرجتها، كنقول فيها كنطيح وكنوض كنطيح وكنوض. ناري ما ديتها الصوت باش نغني.
الناس اللي كيقولوا لي العين وداك الشيء ما عرفتش انا، انا اي حاجه ما تنشوفهاش بعيني ماشي ملموسه على العين، كتبقى شي حاجه في الهواء وما عرفت واش عين ماشي عين. الشيء ده ما يمكنليش انا ندخل فيه لان ما كنشوفوش العين. واش كنشوفو حنا شي عين؟ كتبان لك شي خارجة من شي عين باش نقولوا راه عين؟ راه مايمكنش. انا ما تفهمش انا الناس اللي تيجمو تيقول لك اه العين اختي العين، هي واخا تقولوا لي راه مذكورة وراه كاينة وراه العين حق وداك الشيء، ولكن راه شي حاجة اللي ما تنشوفهاش باش نقدر نقول راه هادي عين. يعني ما تنشوفش واحد بسبشكش ما تتبانش دونك راه لي فيروس كاينين في الهواء، كاين بزاف ديال الحوايج ما نقدروش نقولوا عين. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي اللي كيدير الخير ما كيبينوش، انا جاوبت في لي كومونتير اللي هضر معايا زوين راه هضرت معاه زوين، اللي هضر معايا محترم جاوبته بطريقه محترمه، اللي هضر معايا خايب عطيته خو جواب. وبيان سيغ اش كتعرفوا عليا انايا؟ الوغ غادي تجاوب هنايا باش يكون جوابي يعني جينيرال. حنايا ك ناس يعني كونو يعني كنتعتبر انا انسانه نقدر ناثر في الناس، لان الناس كيتبعوني، الناس كيشوفوا شنو كندير وتعجبهم يشوفوا شنو كندير شنو ما كنديرش. دونك حنايا لي جون كونو كنخصنا نعطيو مثال باش اننا نساهموا ونشجعوا ناس اخرين باش يديروا حتى هما الخير، وباش ما ينساوش هذوك الناس اللي في حاله معوزه ولا في حاله خايبه ولا يتامه، ما نساوهمش حتى هما ونديروا فيهم خير. يعني لو بارطاج ديال الخير راه حتى هو خير، لانك تي بارطاج شي حاجه اللي كتقدر تشجع ناس اخرين يديروا الخير. يعني نشر الخير والخير كيتملتيبليا. يعني شحال من واحد قال لي صحار عطينا لادريس ديال هذيك الجمعيه حتى حنا بغينا نديروا فيهم الخير بزاف. دونك ساهمت في ان يعني عطيت هاد ليدي هادي، ماشي انا زعما انا شي حاجه اللي عطيتها اللي ما كايناش، لا راه الناس كاملين تيديروا الخير، والناس ملي كتح لهم الفرصه راه كيساهموا ولو بالقليل ولا بالكثير، المهم اللي يقدر يدير شي حاجه. ولكن مزيان انك تفكر الناس مره وهاي جاتهم عاوتاني هاد التحفيزه وبغاو حتى هما يمشيو ويفرحوا الناس اخرين في بلايص اخرين، ولا يفرحوا هذوك الناس نيت ويمشيو لعندهم. يعني خصو ضروري يقول شي حاجه ديبلاسي. علاش؟ لان الخبث البشري للاسف مازال موجود. يعني كاين شي نوع من البشر اللي ممكنش يخرج من الداخل ديالو ولا من الفم ديالو شي حاجه زوينه، لان يعني بقوت داك الشي نواخ اللي عنده الداخل خاص يقول لك شي حاجه نواخ ويقول لك راه الخير ديالك ما مقبولش. شكون داك انت اللي غتقبل ليا انه يدوز الخير؟ غزمو كنت هي ما كاينش في الطريق، غزمو كنت هي ما كاينش، ما حاطينكش انك تدوز تقبل الخير. هذا دايز كرك حتى شي واحد ما قبلتي ليه الخير ديالو. يا لطيف على بشار يدخلوا في وسط اللحم والضفار. مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.